نشوف مع بعض تفاصيل عمل عجينة البان كيك بالتفاح ورقائق الشوفان. نعملها مع بعض ازاي؟ هنحط المقادير مع بعضيها، ده الأساسي، وفي الآخر هنكمل مع بعض ونشوف موضوع الرز البخاري. احنا موطيين النار عليه تمام زي الفل؟ عينيا. المقادير على الشاشة: شوفان ناعم وشوفان حب، تفاح أخضر مبشور، ومعانا من السكر وكمان بيكنج باودر. طيب تعالوا نعمل الخلطة مع بعض كده سريعا زي الفل. اللهم صل على النبي. معايا طبعا الطاسة على النار بتسخن، مش عايزها سخنة جامد، يعني نص ونص كده عشان ما تحرقليش الايه الفطاير بتاعتي. أول حاجة هنا بحطها الشوفان بتاعنا الناعم، وأجيب مضرب مع الدشل على بصل ولا توم بالشكل ده كده، بحط شوية البيكنج باودر عليه عشان تبقى الفطاير هشه وزي الفل، ذره من الملح، حلو قوي. وللامانه للامانه دي مش موجوده في المقادير يا استاذه رحاب، معلقه كركم صغيره، انا بحب الكركم مع التفاح. اه ليه يا شيف؟ الكركم مفيد جدا، بينشط الجهاز الهضمي وخاصه الكبد. نقلب كل دول مع بعض. اه ورقائق الشوفان السليمه، اه ومعانا التفاح اللي احنا حاطينه في محلول حمضي، بتبشري تفاح، بتبشري بطاطس، بتبشري بتنجان، كل فيه فواكه غنيه بالحديد، فيفضل وضعها في محلول حمضي او ملحي. البتنجان محلول ملحي، اه بالشكل ده كده. التفاح اهو، اه اه ينزل كده زي الفل. اه ممكن نستفيد بالميه كمان ناخدها، مش هتقول لا. اه ونقلب كده. اه مش هياخد بيض يا شيف؟ لا، هكتفي بالبيكنج باودر. آه. كل ده مع بعض، بس انا للامانه هنا هحط معلقتين من الزيت. اه واسيبه على جنب شويه، لان الشوفان عنده شويه تناكه ما بيدينيش الالياف بتاعته غير بعد وقت غير الدقيق. زي الفل. ونقلب كده ونخليه على جنب. احنا عاملين شويه مع بعض. اه التقليبه دي مهمه جدا، نخليه على جنب كده، نشتغل في الفطاير بتاعتنا بسرعه. طاسه على النار، بنجيب فرشاه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعانا زيت، بنعمل واحدة واثنين وثلاثة مع بعض، احنا ما وريناش حاجة اهو، سايبينها للآخر زي ما قلت لحضراتكم. حلو قوي، ونوزع كده المقدار بتاع الفطاير مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو، شفت العجينة عملت ازاي؟ اهي، فيها تفاح، فيها الشوفان، شفت قلت لكم الشوفان عنده شوية تناكة، كان من شوية خفيف اهو، ونقلبها كده اهو، وناخد كده ونحط هنا كده اهو. تاني اه. الفطاير دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، كبار السن ياكلوا منها، الصغار ياكلوا منها، كل الاعمار تاكل منها، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي دسامه، ما فيهاش بيض، كل اللي فيها تفاح اخضر بشرناه، شوفان ناعم، شوفان خشن، كل ده مع بعضه زي الفل. نروق الدنيا عشان الصورة الحلوة دائما تتحدث عن نفسها. اعتقد الصورة معاك يا شفيق تقدر تدلعها زي ما انت عايز. اه روقنا الدنيا، ونسيب الشوفان بتاعنا على النار من وقت للتاني، بتستوي نار هادية جدا. معانا عين جمل بنزين بيه الصلصة بتاعتي عشان الضيوف بتوعنا يعرفوا ان احنا كرمة بطبيعتنا، نعرفهم من الصلصة دي بعين الجمل. مفيش مشكلة برضو لما تاخدي عين الجمل ده وتحطيه على وش الفراخ، ده كله برزنتيشن، ده بتاعتك انت بقى، دلعيها يعني. بتعملي طبق حلو فرحانة بيه زي حلة المحشي كده، بتبقى عايزة تقعدي جواها من حلاوتها وتعبك عليها. اه نفس القصة، اه زي الفل. تمام،
نقلب الفطاير مع بعض. اللهم صل على النبي. حطينا اول واحده فين ديت؟ نبص عليها اهي. اوعى وشك. والثانيه اهي. والثالثه كانت دي ولا الاولانيه؟ زي ما انت عايز. اوعى ده، هو ده. ده الطبيعي. زمان شغال كده. تعملي بانكيك تبقى الطاسه بتاعتك زي الفل. وخلال كده بس على فكره. نجيب طبق للتقديم مع بعض صغير زي ده كده. عندك عسل نحل حط عليها. عندك صوص شوكولا حط عليها. صوص فراوله حط عليها زي ما انت حابه. فطاير الشوفان بالتفاح. الصبح حلوه قوي على فكره. تعمليها لاولادك، لجوزك قبل ما يروح على الشغل. هيتنوا طول النهار يدعي لك وراضي عنك ويرجع بكل حاجه. لامين يا غالي. عيني ده هي لونها كده. لا اله الا الله. حاضر عينيا. خرجنا عايز عليها سكر بودر. معناها مش عايز سكر، بس انت عايز سكر حبيبي. عايز زي السكر، واجيب له سكر منين؟ شغلية بتقول كده. زي الفل. ممكن تحط عسل حسب الرغبه. زيت، ممكن بدل الزيت زبده. ناخد تاني من الحشوه دي كده. ما كلفت من غير بيض على فكره، من غير بيض خالص. سيبوني بقى اشتغل. انا مطلوب مني 40 50 قطعه لغايه لما اخلص الكميه دي كلها، عشان ابني وبنتي عازمين صحابهم النهارده على الفطار. اعمل لهم الطبق الحلو ده كده، واقول لهم انا شفت شيف البغازي على القناه الاولى، اكله امي، عمل فطاير من التفاح الاخضر او الاحمر مفيش مشكله، من غير بيض. طريقه سهله وبسيطه. السر في نفشتها وان هي تكون هشه، معلقه البيكنج باودر اللي انا حطيتها. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، طعم تاني، معلومه غير معلومه. بنشوف الكلام ده كل يوم منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.